يشبه هذا الحديث تماما حديث الخلفاء الراشدين الذي ذكر في السنن من رواية العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا الحديث هو كالشاهد من جوابه عليه السلام عن السؤال السابق، حيث حض أمته أن يتمسكوا بسنته ثم لم يقتصر على ذلك، قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن لا بد لنا من أن ندندن دائما وأبدا إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا، أن نفهم عبادتنا، أن نفهم أخلاقنا وسلوكنا. لا بد من أن نعود إلى سلفنا الصالح لفهم كل هذه الأمور التي لا بد منها للمسلم ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية. من هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حينما لا يلتفتون إطلاقا إلى الآية السابقة وإلى حديث الفرقة الناجية وإلى حديث سنة الخلفاء الراشدين من بعده عليه السلام، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم من المنحرفين عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من هؤلاء الخوارج قديما وحديثا. أصل التكفير الذي ذر قرنه في هذا الزمان الآية التي يدندنون حولها دائما وأبدا، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونعلم جميعا أن هذه الآية جاءت في خاتمتها بألفاظ ثلاثة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فمن جهل الذين يحتجون بهذه الآية اللفظ الأول منها فأولئك هم الكافرون أنهم لم يلموا ببعض على الأقل ببعض النصوص التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر، فأخذوا لفظة الكفر في الآية على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام. بينما الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني هذا الذي هم يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ، وهم بريئون من ذاك التكفير. فكما أنه ليس كل من وصف بأنه كفر لا يعني أنه ارتد عن دينه، كذلك لا يعني أن كل من وصف بأنه ظالم أو فاسق بأنه مرتد عن دينه. هذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي يدل عليه اللغة ثم الشرع
الذي جاء بلغة العرب لغة القرآن الكريم كما هو معلوم. من أجل ذلك كان من الواجب على كل من يتصدى للحكم بما أمر الله عز وجل، لست أعني الآن الحكام وإنما أعني أولئك الذين يصدرون الأحكام على المسلمين سواء كانوا حكاما أو محكومين، كان من الواجب على هؤلاء أن يكونوا على علم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والكتاب لا يمكن فهمه وكذلك ما ضم إليه إلا بطريق معرفة اللغة العربية معرفة خاصة. وقد يكون إنسان ما ليس عنده معرفة قوية أو تامة باللغة العربية فيساعده في إدراك هذا النقص الذي قد يشعر به في نفسه حينما يعود إلى من قبله من العلماء، خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فرجوعه إليهم حينئذ سيكون مساعدا له لاستدراك ما قد يفوته من المعرفة باللغة العربية وآدابها. نعود الآن إلى هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل من الضروري أن يكون هذا اللفظ فأولئك هم الكافرون أنه يعني كفرا خروجا عن الملة، أم قد يعني هذا وقد يعني ما دون ذلك؟ هنا الدقة في فهم هذه الآية. فهذه الآية الكريمة فأولئك هم الكافرون قد تعني أي الخارجون عن الملة، وقد تعني أنهم خرجوا عمليا عن بعض ما جاءت به الملة، الملة الإسلامية. يساعدنا على ذلك قبل كل شيء ترجمان القرآن، ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه من الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه كان إماما في التفسير. هذا الإمام في التفسير والصحابي الجليل كأنه طلق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما، أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية على ظاهرها دون التفصيل الذي أشرت إليه آنفا. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس الأمر كما يذهبون أو كما يظنون، وإنما هو كفر دون كفر. ولعله كان يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين. فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر. كفر دون كفر، لفظ الكفر الذي جاء في تلك النصوص لا يمكن أن يفسر بأنه يساوي الخروج من الملة. فمن ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر عندي لأن الفسق هو المعصية وهو الخروج عن الطاعة، لكن الرسول عليه السلام باعتباره أفصح من نطق بالضاد قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ترى هل يجوز لنا أن نفسر
الفقرة الأولى من هذا الحديث شبه المسلم فسوق بالفسق المذكور في اللفظ الثاني أو الثالث في الآية السابقة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نقول قد يكون الفسق أيضا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر. وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الآية المعروفة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن قد ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة الناجية الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر مع أن الحديث يقول وقتاله كفر. إذن قتاله كفر أي دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعده ابن قيم الجوزي، حيث أن لهم الفضل في الدندنة حول تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجدة، يفرقون أو يدندنون دائما بضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا.